بسم الله. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم في الصرف والتحويل بعنوان الفعل الأجوف. الفعل الأجوف هو ما اعتلت عينه. إذا لنتذكر جميعا حروف العلة. حروف العلة ثلاثة وهي أليف واو ياء. إذا نبدأ بالمثال الأول. قال يقول، وسطه حرف علة وهو الألف، ونلاحظ في المضارع انقلبت ألفه إلى واو، نقول أجوف واوي. المثال الثاني، عاش يعيش، كذلك هنا انقلبت ألفه إلى ياء فهو فعل أجوف يائي. والمثال الأخير، نام ينام، نلاحظ أن الألف هنا بقيت ألفا فهو أجوف ألفي. نستنتج، الفعل الأجوف هو الفعل الذي يكون حرفه الثاني أو وسطه أو عينه حرف علة ألفا أو واوا أو ياء، مثل قال يقول، عاش يعيش، نام ينام. وأتمنى أن تكونوا قد توصلتم إلى فهم الدرس، ومع السلامة إلى درس آخر.